اهلا بيكم متابعي قناه السكولة، معكم مهندسه منى العدوي في درس جديد من دروس الفوتوشوب. النهارده هنتكلم على درس مهم جدا، الماسك. من الصور عايزين ندخلهم مع بعض بشكل كويس، نخفي جزء من صورة ونبدأ اللي احنا نظهر جزء من صورة تانية. طبعا عندنا هنا الصورتين، انا هبدأ ان انا اسحب التاب بتاعتي على بره بحيث ان انا اتمكن منها ان انا اسحبها جوه الصورة الجديدة بتاعتي. نبدأ نعمل لها كليك كده وابدأ ان انا اقفلها خلاص، ما انتش محتاجاها كده. بقى عندنا تو لايرز. طبعا زي ما اتفقنا في دروس اللايرز، اللاير اللي فوق هي المسيطرة او المهيمنة او هي اللي بتظهر فوق، واللاير اللي تحتها هي اللي بتكون مخفية. طب انا عايز ان انا اظهرها مكان، احطها مكان كلمة رمضان كريم مثلا. كلمة رمضان كريم دي مش عاجباني وانا عايز استبدلها بدي، فانا بدل ما ارجع ان انا مثلا الغيها، مثلا احذفها او ابدأ ان انا اعمل فيها عملية اديتنج للصورة، لا انا ممكن ان انا احط الصورة التانية مكانها على طول وابدأ ان انا اعمل لها عملية ايه، ريبليسمنت او استبدال. طب الصورة دي كبيرة قوي وانا عايزة احطها صغرها بحيث ان هي تتناسب مع الجزئية دي، فاول خطوة من الخطوات ان انا اعمل لها عملية تصغير. ازاي اللي انا بصغرها او ازاي اللي انا بصغر حجمها؟ عن طريق كنترول وتي اللي هي الاختصار اللي اسمه edit وفري transform. ببدأ ان انا اجي هنا من الكورنر وابدأ ان انا اسحبها وابدأ ان انا اصغرها بحيث ان هي تكون في الوضعية المناسبة ليها او في المكان المناسب ليها. انا شايفة كده مثلا مكانها مناسب، ممكن ان انا اكبرها كده سنة صغيرة بحيث ان هي تبقى مناسبة في المكان الجديد، واقول هنا صح. طبعا في الكورنرز بتاعها ده بدأ ان هو يبقى باين او ظاهر معايا، فانا عايزة ان انا اخفيه. انا هعملها بطريقتين مختلفتين. اول حاجة ان انا هاجي هنا هنزود هنا في اللايرز دي حاجة اسمها ماسك. ماسك ده هيبين لي جزء من الصورة ويخفي لي جزء من الصورة. فاول لما بدوس عليها في عندنا هنا حاجة اسمها add layer mask، فابدأ ان انا ادوس عليه اعمل له كليك فيبدأ يطلع لي الماسك الخاص باللير. طبعا كله ابيض. ابيض ده معناه ان هو ظاهر الليرز بالكامل. الماسك بيعتمد على لونين اساسيين، الابيض والاسود. طبعا اللونين الاساسيين عندي الديفولت، باي ديفولت عندي اللي هو الابيض والايه والاسود. فانا هستخدم برش في شغلي عادي، وهاجي هنا هعمل سواب للفور جراوند والباك جراوند عن طريق اللي هو السهم ده، او عن طريق اللي انا بدوس على الاكس. الاكس اللي هو حرف الاكس يبدأ ان هو يتنقل ما بين المودين. طب جيت هنا فهستخدم هنا برش، اراعي بس في البرش ان هي ما تكونش ناعمه، لان لو ناعمه يعني ايه هتتعبني شويه في التحديد وانا عايز انجز. فانا هستخدم البرش اللي هي الايه الهاردنس بتاعها عاليه بحيث ان هو ايه يشيل لي على طول الاجزاء من الصوره، ما يبداش ان هو ايه يشيل جزء وجزء لا. طيب ممكن ان انا اصغر شويه البرش بتاعتي بحيث ان انا اتحكم فيها كمان، وابدا ان انا اشيل الاجزاء دي. بصوا اهو يبدا ان هو يمحي لي كاني بمحيها باستيكة اهي كده، كل ده ابدا ان انا اشيله. وتلاحظ هنا في ان في جزء اسود، الجزء الاسود ده معناه الحتة اللي انا شلتها اهي، كل ده انا بدات ان انا اشيله واشيل الحتة اللي هي الحتة دي. وبرضه هنا هاجي ابدا ان انا اشيل اللي هي الجزئية الخاصة ببقية الصورة. يبقى انا كده ايه شلت كل ده وبقيت بس اللوجو بتاعي، وبكده انجزت مهمتي بنجاح وما عملتش اي حاجة. يبقى انا كده خلصت الجزئية الاولانية او الطريقة الاولى. طب في طريقة تانية انا ممكن اعملها مع الماسك؟ اه في طريقة تانية. تعالوا الاول نلغي الماسك ده، بلغيه طبعا اللي انا بوقف عليه وبدوس هنا على ديليت، وهيقول لي هنا apply mask to layer before removing. لو انا عايز اعمل له apply هدوس على apply كده بينفذ الماسك وبعدين الغيه، لا انا هعمل له عملية ديليت بحيث ان هو ايه ما يعملش اي تأثير عليه. هنيجي هنا انا هعمل طريقة تانية خالص جديدة، اللي انا هعمل selection. يعني ايه هعمل سيلكشن لكل حاجه ما عدا الاساس بتاعي. طب ازاي هعمل سيلكشن؟ انا هعمل سيلكشن مثلا عن طريق مثلا اداه، في عندنا هنا اداه الكويك ماسك مود مثلا، وابدا ان انا اقف. طبعا اكون واقفه على اللايرز متاكد كويس جدا، وابدا ان انا اشيل الخلفيه. طبعا استخدم هنا مود الجمع لان كنت في مود الطرح اهو، وابدا ان انا احدد كل الباك جراوند بتاعتي يعني. وهاجي هنا كمان برضو وحدد الباك جراوند بتاعتي بالمنظر ده تمام. وابدا ان انا هاجي هنا بعد ما حددت هدوس هنا برضو على اد لاير ماسك. هنا بقى اللاير ماسك هيعمل لي حاجه جميله جدا، بدا ان هو
شال لي الجزء اللي انا عملت له سيلكشن اهو. تعالوا نرجع تاني كده كنترول وزد. انا كنت كده محدده اجزاء، فاول لما عملت بصوا لير ماسك بدا ان هو يحول لي كل حاجه ليه اسود ما عدا الجزء اللي ما كان معمول له عمليه سيلكتد. كده بيفهم ان هو الجزء ده هو اللي هيبقى معايا وبقيه الاجزاء التانية هيبدا ان هو يحذفها. تعالوا نرجع تاني ونشوف. احنا كنا عاملين هنا ايه تحديد لجميع الاجزاء ديت، برضو ممكن ايه نشيل ده ما عدا الايه ما عدا كلمه رمضان كريم يعني، او كلمه حتى رمضان كريم دخلت معايا في الموضوع. طيب ايه تعالوا كده نعمل كنترول ودي نتراجع في عمليه السلكشن. تعالوا نعمل سلكشن احسن باللاسو تول في مود الجمع، وهو كل ده هنعمل له بصوا هسيب بس الجزئيه دي عشان الموضوع يبقى ظاهر معايا. كده ده اللي معمول له عمليه السلكشن، وادوس هنا على اللير ماسك كده شال لي كل الجزء التاني وساب لي الجزء اللي معمول له سلكشن، يعني حتى اتحولت اللايرز بتاعتي كلها هنا الاسود ما عدا الجزئيه بس بتاعه اللوجو وهي اللي بقت باللون الايه الابيض. فكده انا انجزت بسرعه من غير ما اعمل برش ولا حاجه. طبعا لو انا محتاج ان انا اعدل في السلكشن زي ما اتعلمنا في الجزء اللي فات ان انا بستخدم البرش بتاعتي في اللون الاسود وابدا ان انا بس اعمل ايه ريموفنج للاجزاء اللي انا شايفاها إيه ملهاش لازمه، بس هي فعلا انا ظبطتها جدا في المره اللي فاتت. يبقى الماسك بيظهر او يخفي جزء من الصوره، طبعا بستخدمه مع السلكشن. الجزء اللي معمول له سلكشن هو بيكون ابيض، بقيت اجزاء الصوره بتكون باللون الاسود. ممكن ان انا اعمل عمليه ريتاتش للصوره عن طريق البرش، البرش السوداء بتشلك من الصوره، اما البرش البيضاء بتعمل عمليه اضافه للسلكشن او اضافه للشغل بتاعك. دي كده مفهوم الماسك. طبعا لسه في طبعا مفاهيم كتيره جدا للماسك هنتبعها في الدروس المقبله باذن الله. اشوفكم على خير، ودعمونا دايما بلايك وسبسكرايب وشير للقناه.